الخارجية الأمريكية تؤكد بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أن العقوبات الأمريكية على إيران ستدخل حيز التنفيذ الكامل، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وبالتنسيق مع الخزانة الأمريكية يبدأون كرد فعل لهم في فرض العقوبات على طهران والضغط من أجل فرض عزلة على النظام الإيراني ومنعه من تطوير السلاح النووي ووقف نشاطه المهدد للشرق الأوسط، وهذا ما لمسناه من أعضاء الكونغرس ممن التقينا بهم. الكونغرس سيعمل بشكل وثيق في المرحلة المقبلة مع حلفائنا من أجل حماية مصالحهم ومصالحنا المشتركة. نحن نعمل مع حلفاء لنا مثل الإمارات وغيرها من الدول التي تعارض الأنشطة الإيرانية، وذلك لضمان استقرار المنطقة. ردود الفعل الرسمية الأمريكية تتلخص في فرض عقوبات أخرى كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وهي حزمتان من العقوبات ستفرض على إيران، الأولى في 6 أغسطس وتشمل عقوبات على التجارة في مجال الذهب والمعادن والألومنيوم وتجارة السيارات ومنع شراء الديون السيادية الإيرانية، والحزمة الثانية من العقوبات ستفرض في 4 نوفمبر المقبل وتشمل عقوبات على البنك المركزي الإيراني وقطاع الطاقة. سنزيد من العقوبات على إيران لإجبارها على التفاوض مرة أخرى. الضغوط التي جعلتها تتفاوض من قبل ستجبرها مرة أخرى على التفاوض، ولكن على بنود جديدة نتفق عليها، ومنها وقف برنامجها الصاروخي ووقف تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقف أنشطتها الخبيثة التي تقلقنا وتقلق حلفائنا. من ناحية أخرى تفاوتت وجهة النظر بشأن قرار ترامب بين الباحثين والسياسيين في المراكز البحثية والسياسية الأمريكية وحتى داخل الكونغرس، فالبعض رحب مثل رئيس مجلس النواب بول رايان، والبعض الآخر أدان مثل نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في المجلس، وفريق كبير اتخذ موقفا وسطيا مثل بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث كان لديهم أمل في الوصول إلى اتفاق مع الأوروبيين، وبين من وافق أو عارض أو اتخذ موقفا وسطيا نفذ السهم الأمريكي مستهدفا إيران التي زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط وتدخلت في شؤون دول أخرى، فكان قرار ترامب. الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بمجلسيه الشيوخ والنواب يعتزم اتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية ضد طهران، ويقرر أعضاؤه أيضا أن العقوبات قد تطال الدول التي ستتعامل مع طهران ضد المصالح الأمريكية أو مصالح حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط. خالد خيري، ألغد، واشنطن.